كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقه المنهج دوشوش مكروهات الوضوء إمت كيلتك حقيقة شوي مكروهات الوضوء قلامة إويتش خينح كراهة دولوش دولو همنش بلخش مثلا لامة إويتش ولتش خينح در كراهة دولوش دولو يهمش ديوتش دولشو ميتي حقيقة شوي. ويكره كراهة دو في الوضوء لامة إيتريح الأمور التالية تيح وحخوان دولو بلخش اش كراهة دو وقر حلخر نر الإسراف في الماء وتخينيح إسراف دردو إسراف بورغ قوم زل قوم بوش زين يرنا خدي إردو بارمل تيح خدي إردو يا والتقتير فيه يتنجح بعرمتك اللي يردو وتخينيح بعرمتك اللي يردو بوغودو لامت إيتا حشتو الچول كذغة قولش إخي بعرمتك اللي الوردو أقا لأن ذلك إدولن دي ليلة خلاف السنة سنتنا خلب دوئز صوخ دي أرأى خقيل أرأى ولعموم قوله تعالى ديل دوش وتدشوي تشولوش دول ديلة ولا تسرفوا أش إسراف مدية إنه مقل إديل يا الله لا يحب المسرفين إسراف ديش بولو ناخ بيز شوات وتيوقي مثلا خيدو تسريق خيد عدو لشتولو ملا خماء بار من صو إرن زين داي إرى إسراف لورشتو إذا أوتا ديل دشو تشولوش دو قيزة سورة الأعراف شوع الآية طيب تحيد تلقش آية شوع دويز والإسراف بوغش دريق إنزي إسراف بوغش دشنا تعريف دو إدوزي دوالهر والإسراف بوغش دريق هو التجاوز إذا أقبار من تيخوال أردو هو التجاوز إذا تيخوال أردو عن الاعتدال بار ملة عن الاعتدال المعروف والمألوف ناخ أور لسنا ناخ نبوش بولش بار ملة إخوال أردو إزبوغ. روى أبو داود ديتا أنه صلى الله عليه وسلم قال يلشنو إيلر إل إنه سيكون في هذه الأمة وقومة يقع خربو قوم ناخ يعتدون شاش بارمال تيخبولش في الطهوري صنو يريح لا مزيد يريح يسندونش طولش بينخشكاح والدعاء دعيقاح دعا ديشخين شوح بارمل تخبولش أي يفرطون فيهما بارمل تخبولش خربو بوغ دوال يعتدون بوغ شترك تين تفسير دي أشهور أي يفرطون فيهما قص تنو يريحي دامت يتريح لي تريح خولي يسندلش بلخش كحي دعي قحي بارمل تخبولش ناخربو والإفراط بوغ شترك في الدعاء مثلا إفراط بوغ شتولر بار من تخوال ربوعدوق في الدعاء الدعاء يقع إموخر ذؤالك أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة تعق أستن دولش دولهم نش تعق أستن خل دولش دول صفة ثانة إش ديخر ذؤال إشت شرح ديتو أتدشن شو الضادق أتمكروهات شخة تقديم اليد اليسرى على اليمنى إرو كوكديلر يرو بحرس إذ حلق باق قردو بلا ريح إتو چونتيح ويحلق أخيرق إتو بحرس حلق بلر سنة دوال يرو بحرس حلق بلر إذا كراهتو بوخو وتقديم الرجل اليسرى يرو كواق حلق باق قردو على اليمنى إتو چونتيح لأن هذا إدلون ديلة على خلاف ما مر من فعله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أتهمن خلب دولن ديلا مرة وديتن خل دولو حلق ديل خل دولو من فعله صلى الله عليه وسلم وطوي بيامرة بلخخ قوازا درقة أطلامس إيترة كراهة شخ دولش دولهما التنشيف أحلامس إحشوت إح
ميجين شا يقواردو قتنز إسانيو تشومانز التنشيف بورغ وتراني بوردو حقر بوردو بمنديل مثلا قت حقر دو إلا لعذر تعم بيخكز لون بي تعم بحن تيجا دلح كبرد شديد مثلا تشوخ شيلو ولا مز يتنا مثلا قت تحق شو يحتاج بعشتي حول اشتقار ويلشو هو شيلو اللي تنخ حونزي خير دلح أو حر يؤذي معه بقاء الماء على العضو أو حر يوخ ونيئتر يؤذي نوق لؤيش معه أتس يوق لؤنس أتس يوخ ونتتحن بقاء الماء خدسرو على العضو ميجنتح أو خوف نجاسة مثلا ينجسخ تحقيرا بلح أو غبارها يؤث نجسيتها تنشين تعقيرا إسن تعبح عن خلجه أقا تو قد حقروه إذا كراها تلور ردات بوقته روى البخاري سديتا ومسلم سديتا أنه صلى الله عليه وسلم اشتبايا مرخلر أتي بمنديل تونا قد حدير أقا إشين حديش فلم يمسه تونخ حق تبالر إذ وقدو إحاس إيتر توبوخ بيامر عليه الصلاة والسلام دو أصلاح دولش دول هما أو تو كراهة دولش هم نشخ ضرب الوجه بالماء إخي لا ما تبيش خينا يوحت إديه تردو يوحت إخي تديه تردو لأن ذلك هون دعش يوحت إخي ديه تردو لون ديلا ينافي شات حان تدوخش ينافي تكريمه وسيوح سيدر أو تنت دوخش دات إزبوخ تون ديلا يحسي لحليران يدال تقول يحتي اشتدي تشات خز تخل إز تقول يحسي درت تحن دوغ شتات إز بوغ بخيوزانك الزيادة على ثلاث يقينا بالغسل أو في المسح مثلا بالقل خأخوش قأنا صوالر مثلا ميجي يدريح يمسح دريح أقا أو النقص عنها يشور قأنا يشور إذا مثلا يهتو بولشا خوز ميجي يخ يخ يلر الله يشور إذا كراهة دبوخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشنو إيلر بعدما توضأ ثلاثا ثلاثا قوز قوز ميجي يلشالامز إتن شوطيحا هكذا الوضوء إشدو لامز إتر إل فمن زاد على هذا حقول سودق نرق تعمو مثلا يؤز بخيؤز التحمو سو دقح أو نقص يأيشتح فقد أساء توعودي وظلمت وظلم أدي رواه أبو داود سيتنئذ وقال النووي سأل دالق إنخي تنبول تنخ في المجموع شوح إنه صحيح إذا صحيح دو إزال إي حديث ومعناه تنمعا أن من اعتقد بقل شامل ولح شادوكتي شنسك أن السنة سنة دوال أكثر من ثلاث قوز قأنا الصو أو أقل منها يا أتقأنا الكيزك قال إشتي دوكتي شنرك فقد أساء وؤد نتو وظلم ظلم أد نتو هند قالش لأنه شاول ديلا قد خالف السنة سنة خلب الوين التي إسن دري سنها النبي صلى الله عليه وسلم وي فيمر واحد لن خلدلو يا لخذ الله دولش دول هما سلامة يسر مكروهات شخة الاستعانة غول خردو بمن أتتك يقر يغسل شايلش وله تنا أعضاء ميجينش من غير عذر بيحكذ لؤيوش مثلا تحموه قيتشنغ شين يخدو تيتش يشي ميجي كوغ شي بحارس بليتش كوغ بليتش اشتا شين لامت يت دايترا ايت بوخو بيخ كذلوش اما يتومكش ولاح مثلا يتعلى زر دولش اي ولاح يعني مثلا اشتا سقط دولش اي ولاح شيك ايتا ايتلوش تون تعمو لامت يتش غدرخ وتحو لحو ما دات تون دير باخو من غير عذر بيخ كذلوش اما بيخ كذلوخ الجا كراهة خير ذاتي لأن فيه أتخيشنجر غلخر يحدال دولون ديلا نوعا من التكبر كرة اللي اختعداق دو تنجح المنافي شا تدوخ شخير دولو
في للعبودية مثلا، عبودية نبدأ عبودية لول لول دعدقش أقوند ألش لول در ما دوي لامت يتر ده العبادة تردويز أقوى وأنا وعاق يا ناح ثانية جالس أكوك شبيل سبحرش ديل إيش ثم لامت يتر دي ألش أق إذوخ ده تبوخ وصدال دي أشتلش لول ثانية ورهض لا درجة المبالغة مبالغة تردو بارمت يخوي لردو أقل شوخ لي الوردو في المضمضة والاستنشاق بقى مرأخي قرش خينا للصائم مارخ دولتشون مثلا مار دولتشون وذا منشوح مثلا شوارت بقى مر شوارت خي قارترة إذ كراهت دو مارخ دولش خينا لامت بيتش خينا بقى شو مرشو خي قارت مكش دو دلاح شوخ قرقي قوش إخي قارتر بقى شو مرشو إذا ومارخ دول شو خينا كرهت اما احجم اشتا يقر اثبار مع بقى مرخي قاردرة اذا سنت دو بقى شو خيقار لامد يوش دول سنت شخ تيقاحو ما دات خوند اق مارخ دول شو خينا خوند سميق اق القرقية چوغ قوش اي بقى مرشو خيقار دا خشية ان يسبقه الماء تيقاح قيرا بولون ديلا يخي يقى الى حلقه تنقم قرقش قاج يخي قام قرش يقرد خيرا بوديل فايش بوال خلجة فيفسد تودوخ دا صومه تنا مارخ يخي اتا قام قرش قاتشة تودون مارخ دوخ وارد خيرا بولون ديل كراها تدو إذ قوش جوغ قوارجي يخي قيرزر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشنو ألا وبالغ قوش قارض لح في الاستنشاق مرچو خي إلا أن تكون حخيلر دو تريك صائما مارخ دول شئل رواه أبو داود سيتا وتقاس المضمضة بقخي قارزر تتر دو أق أتا مرشو خي قارزر على الاستنشاق مرشو خي قارزر أق من باب أولى دو ذا حلق دو من باب أولى بول أق تختم بولش دو هند ألش مرشو خي قارز جو مرچو خول قام قرش کاچانی مارخ دو خرن خیرم بالش دل خیلی چه بگ خول از قام قرش کی خی کاچرن کاچ مارخ دو خرن خیرم خیلرا اذا اختام بالش تو با خود تون دیلا اشت ال حاکی نقو اذا حدیثی حاکی نر مر بلح اوشت استقیا است دینا و دل بحن سعد دل دیل بحن هدو مارخ دو خرن خیرم خیلر دو قام قرش کی خی کاچ دع بگ خول اذا قام قرش ک قوش دو دق عیل سعد دل دیلا اشتا استقياس دينا اتبقى شو مر شو خيقار دارا قوش قوارجي اذا قير دارا اذا كراه الدو اعلى مارخ دول شو قوط احا لامس ايترا اخمك روها تش شق دولا دال مقلحا اخت احتضو اختر سيح نواقض الوضوء لامس دو خوش دولو بلخش دال مقلحا ايدر ستعدو يشير دوي دال توفيق دولوين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين